شو؟ إن شاء الله خلصتي معاينة؟ بلا خلصت، بس شو هالشغل هاد؟ اللفاية اللي كانت قبلي عم تغشكن ها؟ لا، أنتي عم تحكي عن بنت خالتك أم علاءها؟ ولو يا أنسل، بسنس بسنس ما دخل. إيه، إذا هيك خلينا بالبزبس. قديش بدك؟ ها شوفي لقلي، هلأ إذا تعزيلة كاملة يعني هيك ألفطة 700 ليرة، بس إذا تنظيف بدون سقف وحيطان 500، وإذا بدك أعمل لك مسح أرض وغبرة 300 ليرة. إيه بس مو كتير هيك؟ يو هي تسعيرة النقابة، والله ما غليت عليكي. خلص إذا هيك ألفطي لي الغرفة. يلا بلشي، شو عم تستني؟ لا ما ببلش لحتى نتفق بالأول. ليش لسه ما اتفقنا؟ ما اتفقنا ليكي حبيبة قلبي، أنا في عندي شروط. أولاً أنا ما بحب أشتغل وفي حدا فوق راسي، أيوة. ثانياً أنتي وبدك يطلع الشغل نظيف وآخر رواق، بقى بتجيبي لنا سيدي حلو لحتى أسمع وعدل مزاجي. ثالثاً بدي بريك غدا، بس أول شيء هلأ كاسة شاي، الله يوفقك. ماشي موافقة. في شيء معين بتحبي تسمعي ولا أجيب شو ما كان؟ يعني إذا عندك بس تسمع مني بكون كتير منيح. خلص صحيح، أنتي يعني كيف عم تشتغلي وأنتي وحامل؟ ما بتخافي يصير معك شيء قصة؟ لا يو، صرت جايبة 5 أولاد وأنا عم بشتغل، إذا كل ما بدي أحبال بدي أوقف شغل، ما عاد بشتغل ما بتوفي معي بنوب. لك وحزري شو؟ آخر واحد إجا وأنا عم بشطب هيك نزل زحلطة بالمي. مثل ما عم قلك. الله يستر. شلون أنسة؟ إن شاء الله عجبتك الغرفة؟ ممتازة. يعني الله يعطيك العافية، شغلك كتير متقن، بس لولا هالدوشة اللي عملتيها. شو بدي أعمل يا أنسة؟ من أنا وصغيرة متعودة أشتغل على الموسيقى لأنه فرفش عليها، هيك مزاجي. قلتك بس بيقولوا لك إنه قال ما منيح الصوت العالي للجنين. دخيلك بيتعود، وقفت هلا على الموسيقى. قلتك ديري بالك على حالك. إيه يعني هلا أنت بالأشهر الأخيرة بتخافي يصير معك شي قصة؟ يلي كاتبه الله بده يصير. مرحبا. أهلين. هون بيت عصام أبو جمعة؟ إيه هون. شو ما صار إلا خبركن، على فكرة سيادة الضابط. أنا مو ضابط، أنا مساعد. سوري مساعد، هو كان عم يبتزني وأنا دفعت له 200 دولار لتنحل المشكلة ودية. حتسأل جو، هو شاهد. عن جو عم تحكي؟ عن شو عم تحكي؟ انتي لا تخافي، خلص اعتمدي علي، انا رح حل لك اياها. بعدين تعي لي اقول لك، حسب القانون السابع للعقوبات انتي اللي بحق لك تشتكي عليه، مو هو، لانه هو اللي تحرش فيكي. عن جد؟ اي طبعا. لبنى الشرطه برا. يا بي يا بي لبنى، انا بدي شو بدي اعمل، شو بدي اسوي بوسيدكم؟ شوف شو تخافي، امشي معنا. ليش لا تمشي معي؟ نسلمها بايدينا. لا ما رح اسلمها بايدينا، انا رح ارفع دعوه عليه. وقلت لك لا تخافي مليون مره، انا رح اخرب بيته. ولا امتي بي على امتي. لك بدك انت بدك تجنيني ها؟ لك وينها هي وينها؟ انت عن شو عم تحكي؟ عن مين؟ عن عن لبنى؟ لسه بتقلي لبنى وما لبنى؟ يا اختي يا عيني يا روحي يا حبيبة قلبي، انت انا عم بحكي عن وحدة اسمها اللفاية سمر. سمر؟ سمر؟ شو سمر؟ انت يا صبيحة؟ شو الشبا سمر؟ شو عاملة سمر؟ شوفي البنت عم تنظف لي البيت، يعني مشغلة كتير متقن. أنا شو بدي بشغلة إذا متقن ولا ما له متقن؟ بتحط دواء غسيل ولا بتحط دواء تنظيف؟ أنا شو بدي بالقصة؟ وينها هي؟ جوا فوتوا اشحطوا بها. شو يلا اشحطوا بس ولا كلمة، لا حدا يفتح تمه ولا كلمة، جيبوا تعالوا هون يلا هون. لك حرام عليكم، المخلوع حامل. طول بالك يا أخي، لك شوي شوي. شبكن ما هيك؟ لك يا سيادة الضابط ما بيصير، المخلوع حامل. حرام. ايه حامل حامل حرام فعلا. هاي انا جايب الممرضين مشان اسوي لك قيصرية وتطلع لنا الببو. لك شو هالحكي هذا؟ لك شو قيصرية ما قيصرية يا سيدي، الله يوفقك، الله يخلي لك اولادك، انا لساتني بالشهر السابع. ما بدك قيصرية ما هيك؟ خلص تكرم عينك، هلا انا رح اسوي لك ولادة طبيعية. لك شو؟ يلا شحضروا على المقفر. حرام ما هيك؟ شكرا كثير سيدي. اهلا وسهلا، احنا بخدمه.
موافقك يا ام علاء.